رعاية قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث بابا بطريرك الكرازة المرقصية بالإسكندرية والنوبة والخمس مدن الغربية وكل بلاد المهجر. يسر كنيسة ماري جرجس والأنبا ابراهام بمصر الجديدة بعد أن قدمت فيلم الأنبا ابراهام، فيلم القديس أبانوب النهيسي، فيلم آية على كل حرف للأطفال، فيلم الله محب، فيلم الشهيدة مارينا، فيلم الأنبا صموئيل المعترف، وفيلم الأنبا موسى الأسود. يسر الكنيسة أن تقدم فيلم القديس سمعان الكراز. سيناريو وحوار الدكتور نبيل رجب، تصوير وإخراج ماجد توفيق. Thank you.
ذكرى معجزة نقل جبل المقطم اللي تمت على ايدين القديس سمعان الخراز حسب قول الكتاب المقدس انجيل القديس متى اصحاح 17 عدد 20. فقال لهم يسوع: فالحق اقول لكم، لو كان لكم ايمان مثل حبه خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل: انتقل من هنا الى هناك، فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. وعلى اثر هذه المعجزه زودت الكنيسه صوم الميلاد المجيد 3 أيام، فأصبح بدل 40 يوم 43 يوم. يبدأ من يوم 25 نوفمبر إلى 6 يناير. ولكن للأسف يا أحبائي، مفيش ولا كنيسة اتبنت على اسم القديس سمعان الخراز من حوالي 1000 عام، حتى أراد الرب وشاءت عنايته الإلهية ببناء أول كنيسة على اسمه عام 1974 في عهد قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، وعلى نفس الجبل الذي تمت عليه وفيه المعجزة. وتوالت الكنائس من هذا المكان، ومنها الكنيسة التي احنا فيها دلوقتي. وكان زمن القديس سمعان الخراز زمن عصيب، حدثت فيه مجاعة قضت على حوالي 1.5 مليون نسمة. ربنا غضبان عن الناس، دي تالت سنة ما يجيش فيها فيضان النيل. ربنا يرقف بينا، دي الشوارع والغيطان مليانة جثث، مش لاقي حد يقدر يشيلها. وفي حد قادر يشيل نفسه لما هيشيل الميتين؟ المصيبة مش في الجثث دي، المصيبة في الجوع والمرض اللي عمال يحصد في الناس. الناس دلوقتي بقت بتحسد اللي بيموت. وهنفضل على الحال ده لحد امتى؟ لحد لما ربنا يرفع غضب عن الناس. أيها السيد الرب الإله، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، افتح لينا يا رب طاقات السماء، وخلي النهر يفيد يا رب ويدينا المية. ارفع البلاء يا رب وخفف عن شعبك، فيض علينا من بركاتك يا محب البشر يا أرحم الراحمين. آمين. جايلك حالا. حاضر يا اختي. طيب اتفضل يا ام عزيز. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل يا حبيبه، بيتك ومطرحك خير، طلباتك اماري. انا يا ام غبريال عايز ارهن الحلق ده عندك،
اصل ابني عزيز عيان ومحتاجه الحكيم. سلامته يا اختي الف سلامه. ده خفيف قوي ما يجيبش حاجه. ازاي بس يا خاله؟ ده حلق معتبر. شفتي يا اختي الراجل ابو غبريال لسه نايم لحد دلوقتي. رجاله اخر زمن، لا شغله ولا مشغله. وبعدين يا خال قلت ايه؟ في ايه يا ضنايا؟ في الحلق. هو يعني ما يسواش، لكن عشان خاطر عزيز ابنك ربنا يشفيه، اصله غالي غلاوه ابني غبريال بالظبط. انا حديكي فيه 5 دراهم. 5 دراهم ايه بس يا خال؟ تقولي ضبط اجره الحكيم، امال هجيب الدواء منين؟ شوف الواد غبريال يا اختي، صحيت من النوم ما لقيتوش يا حبيبتي، بيروح فين الواد ده؟ انا مش عارفه لحد دلوقتي ما جاش. وبعدين يا خال زودي شوي. طيب حاضر حاضر يا اختي حاضر. طيب يا اختي انا عارفه ملهوفين على الفلوس كده ليه. انا هفلس هفلس. خدي يا حبيبتي، خدي يا اختي خدي. ادي 1 2 3 4 5 7 دراهم اهم، مفيش غيرهم. وتفضلي يا حبيبتي انا عطلتك قوي، شوفي اللي وراكي. يلا يا حبيبتي شوفي اللي وراكي. يعني يا ابو غبريال، ابو غبريال اصحى، بقينا الظهر يا اخويا. يا ابو غبريال انت يا راجل اصحى يا اخويا، بقينا الظهر. ايه ايه في ايه يا ابو غبريال؟ بتصحيني ليه؟ الحراس جايين يقبضوا عليا؟ انا نايم. يا راجل قوم قوم شوف شغلك. شغل ايه؟ هو انا ورايا الابعاديه؟ ثم انا شغلي بالليل ودلوقتي مش بالليل. ليل؟ انت لا فالح لا ليل ولا نهار. قوم ايدك ايدك على اللي قشطته امبارح. مفيش. مفيش يعني ايه؟ الناس خرجوا من الخماره مشطبين. يا فرحتك يا ام غبريال برجلك. يا راجل يا غايب يا نايب، رايح تقشط السكرانين بعد ما خلصوا اللي معاهم؟ انا مش 100 مرة بقول لك روح حتت الاغنية. يا ام غبريال الناس الاغنية دول عليهم حراسة. حراسة؟ طب يا اخويا خليك مع اللي من غير حراسة. قال على رأي المثل ايش تاخد الريح من البلاط. عياني منك. بقولك ايه يا ابو غبريال، الولية ام عزيز واخده مني 7 دراهم، انزل اقطرها والطشهم منها. لا 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 استنى، هي رايحه تجيب الحكيم عشان يكشف على ابنها، ابقى اقطر الحكيم بعد ما يكشف على الواد وقشاطه. يستاهل حد يكشف على العيانين بفلوس اليومين دول. ماما غبريال. ماما غبريال. غبريال يا حبيبي كنت فين يا ضنايا؟ خضتني عليك. في الكنيسة. صحيح ده النهارده الحد. شاطر يالا، ربنا يجعلنا من بركاتك. اهو ده اللي انت فالح فيه. رايح فين؟ رايح الكنيسة. جاي منين؟ جاي من الكنيسة. ياما الكل كان بيصلي علشان ربنا يرجع خير تاني. خير؟ فال الله ولا فلك يا اخويا، فال الله ولا تف من بقك، تف من بقك. خير ايه؟ خير ايه؟ ما احنا كده عايشين ومبسوطين اهو. لكن الناس مش مبسوطه يا عم. واحنا مالنا يا واد ومال الناس؟ مالنا ومال الناس؟ مالنا يا واد ومال الناس؟ اس اس ولا كلمه. اصلك انت ما انتش فاهم حاجه. اللي أمرت أمواج البحر إنها تهدى والريح إنها تقف، أمر يا سيدي مية النهر تفيض ويعم الخير بشفاعة أم النور العذراء مريم. اسمع صلاتي ولتكن مشيئتك. يا أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، إن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
سلام يا مارينا. سلام ونعم. انت بتصلي في الدكان يا عم سمعان؟ كنت بصلي. ما انا شفتك انت كمان وانت بتصلي. المفروض الواحد يصلي في اي مكان. عم سمعان، طب صلحت المركوب؟ صلحته، ما انت شايفه ما فيش غيره. هو في شغل اليومين دول. اتفضلي. ياه، ده بقى حلو قوي يا عم سمعان، بس انا معيش حق تصليحه. معلش مش مشكله، دي حاجه بسيطه، المهم تذكريني في صلاتك. صلاه العذراء وقدسيني يا عم سمعان. سلام. سلام يا حبيبي. ازيك يا عم شمعان؟ عم جبريل، اهلا اهلا، اتفضل اقعد. ازاي صحتك دلوقتي يا عم جبريل؟ تعبان تعبان قوي يا ابني، مفيش وصفات جابها معايا فايده. عمك نعيم العطار عمال يجرب فيا شويه من تذكار داوود وشويه من دماغه. طب ما تروح لحد من الحكم يا ابني. ربنا هو الشافي ونعم بالله، بس ربنا هو اللي خلق الطب. وما تنساش ان معلمنا لقى كان طبيب. عندك حق يا ابني، بس الحكم من دول اثارهم غلاوي وانت عارف الحاله. فجاءت ارمله فقيره والقت فلسين قيمتهما ربع، فدعا تلاميذه وقال لهم: الحق اقول لكم أن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة، لأن الجميع من فضلتهم ألقوا، وأما هذه فمن أعوازها ألقت كل ما عندها، كل معيشتها. اتفضل عم جبريل. ربنا يباركك يا ابني. اذكرني في صلاتك. يا رب مياه النهر في هذه السنة باركا، اطلبوا عن صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلى هنا ويصعد كمقدارها ويفرح وجلال ويعولنا نحن البشر ويعطي النجاة للبائم ويغفر لنا خطايانا. يا ليتك يا ليتك يا عشان ابويا يضربني على التأخير ده. طيب يا حبيبي حاضر. ولا تنساش ولا تنساش ولا تنساش ابدا يا ربي اللي بيمسك. الله، هو الولد اتأخر كده ليه؟ زمانه جاي. لا يا عم سمعان اخره شويه. الله، انا مش منبه عليه ان هو لما يلاقي عم سمعان ده مشغول يروح لواحد تاني. يعني مستعجل على ايه؟ وانت مالك انت يا ولية؟ مستعجل ولا مش مستعجل؟ يا راجل اقعد واتهد، انت ما فيش مرة يجيلك فيهم قرشين تصرفهم علينا؟ لازم كل مرة تفرتكهم على البوزة ومنقوع البلح اللي هرم معدتك. طب بس لما يجي ابن الخايبة ده ان ما كسرتلك عظمه عشان هو السبب اللي خلاني قاعد في وشك. تعرفي بيه؟ دميانة اختك ليها حق ان هي ما تكلمكيش لحد دلوقتي. ليها حق؟
ليه؟ مش انت السبب؟ انا برضو السبب. انا اللي قلت لها مالكيش حاجة عندي، انا اللي شفطت ونهبت تمن البيت يا اختي. تمن البيت يا حسرة، هو كان قاعد تمن البيت؟ ما انا صرفته عليك وعلى اولادك. اهو المحروس ابنك وصل، قومي افتحي له بيت. طب اقول لك ايه، اوعى تمد ايدك عليه ولا تزعق له، فاهم؟ طب قومي افتحي له يا خايبة. حاضر. قومي تعالى هنا. هنا اتاخرت ليه يا خايب يا ابن الخايبة؟ انا مالي ازاي وعم سمعنا ولا اخرني انت؟ انا الحقيقة يوم ما هيضربني. خلاص مش هضربك، مش هضربك، ما تخافش. بتعيط ليه دلوقتي يا خايب يا ابن الخايبة؟ بعيد عشان البيت ده مش بيت مسيحي. مش ايه؟ مش مسيحي؟ امال البيت ده ايه ان شاء الله؟ ده بيت ساكن فيه الشيطان. البيت المسيحي بيبقى ساكن فيه بابا يسوع وما فيهوش خناق. بتقول ايه هلا؟ مين اللي علمك الكلام ده هلا؟ عم سمعان هو اللي قال لي. شايفه يا اختي؟ شايفه؟ عم سمعان بتاعك بيتفلسف على العيب. عم سمعان عنده حق، احنا زودناها قوي. وانت بدل ما ربنا يهديك وتاخدنا تودينا الكنيسه نسمع كلمه ربنا، ما انتش فاضل الا للسكر. انا كده بقى وعجبني كده، واعلى ما بخيلك الكبير. ربنا يسامحك. معلش ياما، صلي انتي علشان عم سمعان قال ان الصلاه بتعمل كل حاجه. فعلا يا ابني الصلاه بتعمل كل حاجه. جرجس ايه اللي بيخبط؟ انا سمعان يا عم جرجس. زق وادخل يا سمعان يا ابني. يا وش الخير، انا مش عارف من غيرك كان ممكن يجيب لي الميه. صباح الخير يا عم جرجس، ازاي حالك دلوقتي؟ ازاي الحال دلوقتي يا عم جرجس؟ الحمد لله ونشكرها سمعان يا ابني. ربنا يديك الصحة وطولة العمر. بارك الله فيك يا سمعان يا ابني، وقدرك على خدمة الكنيسة كلها. الفرحة عمت كل الأباط، ربنا يجعل أيامنا خير وبركة على الكنيسة كلها. طيب يا عم جرجس، مش عايز حاجة بقى عشان أكمل باقي اللفة؟ عاوزك طيب يا ابني، وانت مخليني عاوز حاجة. سلام الرب يسوع يكون معاك. روح يا ابني، يجعلك في كل خطوة سلامة. الحمد لله نشكر ربنا. ازيك انت يا عم سمعان؟ الحمد لله نشكره ونحن في فضله. نشكر ربنا اني زاد ورجعت تسقي الناس تاني. الحمد لله، احنا كنا فين وبقينا فين. ازيك يا عم سمعان، وحشتنا ووحشنا كلامك الحلو. الله يخليك يا ست دميانة. ده انت ابن حلال، انا كنت لسه رايحه لك عشان عايزه اصلح المركوب. لا طب وماله، هاتيه اصلح واجيبه لك تاني. ربنا يباركك يا ابني. دقيقة واحدة يا ابني.
ربنا يباركك يا ابني، ربنا يباركك. سلام يا ست يا بركه. سلام ونعم يا عم سمعان. بتصلي لي ولا لا؟ صلوات العذراء والقديسين تكون معاك ومعانا كلنا. امال ما حدش فتح لي من الولاد، امال هم فين؟ سمعنا ان الخير جه، روحوا يملوا لنا ميه، ما انا ما اعرفش انك جاي. طيب هعدي عليكي بكره. من عينيا. طيب اديني جاية اهو. مستعجلة على ايه؟ حاضر. اهلا يا اختي. اهلا. سلام يا موبريال. سلام. ما سلامش ليه؟ الحمد لله ربنا فرجها علينا بقرشين، قلت اجي افك رهنية الكردان. كردان؟ الكردان يا حبيبتي ما راح لحاله. مش فاهمة. افهمك يا ضنايا، انت قلت لي اسبوع اسبوعين شهر بالكتير، استنيت عليكي 7 اشهر. اعمل ايه؟ اتزنقت، اتصرفت فيه. امال يعني هنعيش منين؟ هناكل منين؟ اتصرفت فيه كده يا مغبريال، منك لله. طب يلا يا حبيبتي، يلا يلا اتفضلي شوفي اللي وراك. منك لله. مع الف سلامه يا اختي، مع الف سلامه. العوزه الكردان قال هو اللي يخش الخون يطلع منه تاني. لا شك ان مولاي المعز لدين الله الفاطمي سعيد للغاية، ففي عهدك السعيد يا مولاي انتهت المجاعة وفاض النيل بخيره واستتب الامن في كل ربوع مصر. الفضل فضل الله يا سيد احمد. الله يفيض على عز وجل على عباده الصالحين بكل النعم والخيرات. اباط مصر يا مولاي ما ينسوش ابدا حماسك للوحدة الوطنية، فكلنا مسلمين واباط ويهود بنعيش في اسرة واحدة متحابة، لدرجة انكم نسيتم ان تنتخبوا بطريركا لكنيستكم. السلام اللي اتمتعنا بيه في عهدكم السعيد خلانا ننسى ننتخب بطرك لينا. نشكر ربنا مفيش مشاكل تخلينا نفكر في موضوع زي ده. المسألة مش في وجود مشاكل من عدمه، دي سنة الكون. الله عز وجل جعل لكل شيء رأس يحركه ويفكر له. الإنسان له رأس، والدولة لها رأس، وكل جماعة من الناس لها رأس يحركها يفكر لها يسهر على مصالحها، وكنيستكم مش استثناء من القاعدة دي. حكمة مولانا ملهاش حدود. أهم الإنجازات هي عبقرية جلالتكم الاقتصادية اللي خلت الأموال تتدفق على بيت المال زي فيضان النيل، والخير عم على كل البلاد. الخير خير الله يا سيد يعقوب بن كلس، وكمان أنا منساش حميتك ونشاطك في العمل من أجل الخلافة، وأنا ما اخترتكش وزير في بلاطي من فراغ. ده شرف كبير ما كنتش أحلم بيه طول حياتي،
وإن شاء الله ربنا يقدرني إني أكون عند حسن ظن جلالتكم. الجلالة لله وحده، أما نحن كلنا بشر زائلون. والآن نترك كلام السياسة. فليأذن أمير المؤمنين للأخ أحمد أن يسمعنا بعض من إبداعاته الشعرية. الشعر، الشعر الذي نعشقه جميعا. هل نسمع قصيدة جديدة هذا المساء؟ كتبت بالأمس قصيدة تصورت فيها مصر أسرة واحدة متحابة، ومولاي المعز لدين الله الفاطمي ربا لهذه الأسرة التي تجد سعادتها في سعادة كل فرد من أفرادها. فعلا، سعادة الفرد من سعادة المجموع، وسعادة المجموع من سعادة الفرد. هل تتفضلون بالسماح لي بقراءة القصيدة؟ ليس هناك موضوع أحب إلى قلبي من موضوع الأسرة الواحدة المتحابة. أسمعنا يا سيد أحمد. اللي قلته لنيافتك ده مش أمر من الخليفة، ده مجرد رأي قاله ضمن كلامه. الرأي حكمة وفكر، وإحنا كنا مجتمعين للسبب ده. معقولة بقالنا سنتين وملناش بطرك؟ الحمد لله أخيرا فكرتوا تختاروا بطرك. وربنا بقى أرشدكم لمين؟ الموضوع مش محتاج لتفكير قد ما هو محتاج لصلاة عشان إرشاد الروح القدس. ومدام كل شيء بإرادة ربنا، يبقى ربنا له حكمة في إنه يخلي المعز يقول كلام زي ده. يبقى نقوم نصلي والروح القدس يرشدنا. تفضل. انت عرفت يا سمعان يا ابني ان الاباء الاراخنة والاساقفة مجتمعين دلوقتي في كنيسة ابو سرج عشان ينتخبوا بطرك جديد. ربنا يعمل ما فيه الخير ويرشدهم بالروح القدس. انما قول لي يا سمعان، ايه اللي انا بسمعه عنك ده؟ خير يا عم رفائيل، في ايه؟ بيقولوا لي يا ابني انك انت بتصحى بدري الصبح تروح تخدم المرضى والشيوخ قبل الناس ما تصحى من النوم وتودي لهم الميه، وبعدين ترجع تودي القربة البيت، وتنزل من البيت على شغلك تفتح الدكان وتقعد تشتغل. ودي فيها حاجة دي يا عم رفائيل؟ يا ابني انا ما اقصدش حاجة، انا قلبي عليك، ده مجهود كبير بتعمله وانت بتتعب، لازم ترتاح، لازم تدي جسمك حقه من الراحة والنوم. تعب ايه بس يا عم رفائيل؟ امال الرهبان والقديسين اللي كل حياتهم صلاة وتسبيح ما بيناموش ابدا تقول عليهم ايه؟ ده الانبا بشوي كان وهو بيصلي بيربط شعره في السقف بحبل عشان كل ما ينام الحبل يشد شعره ويصحى يكمل صلاه. دول قديسين يا عم رفائيل. عندك حق يا ابني، احنا هنروح فيهم فين دول؟ دول قديسين واحنا عايشين بصلواتهم. امين. ان لك الملك والقوه والمجد إلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد. يا سلام، قد إيه الصلاة كانت جميلة. الصلاة هي الحبل اللي بيربطنا بيسوع المسيح، يعني الحبل الممدود بين السماء والأرض، وهي الحبل اللي هيرشدنا للبابا الجديد. أنا شخصيا هقول اسم، متهيألي إني سمعته ساعة الصلاة. خلاص على بركة يسوع، قول الاسم والموافق يرفع ايده، لكن اذا الكل ما رفعوش ايديهم يبقى لازم نشوف اسم تاني. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. الاسم هو اخونا وحبيبنا ابن زرع السورياني. قلتش كده عشان تنتخبوني بطرك، انا مش قد الحمل ده، انا فقير وغلبان ضعيف. ده مش انتخابنا، ده اختيار الروح القدس. انا صحيح
صديق حميم للخليفة، لكن مش معنى كده أبقى بطرك. دي مسؤولية كبيرة قوي أمام الله. احنا اتفقنا لو الموافقة بالإجماع يبقى ده اختيار الروح القدس، لكن ازاي الاقي نفسي على كرسي القديس ماري مرقس الرسول كاروز الديار المصرية، وانا حتى ما استاهلش حل سيور حذائه؟ انت طول عمرك خادم امين للكنيسة، كرست حياتك كلها ليها. لا مش لاقي حاجة هنا، لكن اذا كان ده اختيار الروح القدس فالروح القدس يرشد شخص ضعيف عشان اقدر اشيل الحمل ده. مفيش مستحيل امام الروح القدس، وكلنا ايد واحدة في الكنيسة عشان مجد الله. أعطنا يا رب القلب الواحد والفكر الواحد والرأي الواحد. أعطي يا رب للعالم كله الطمأنينة والهدوء. ضع يدك الطاهرة على كل أبناء كنيستك، باركهم يا ربي وقوي ضعفي على تحمل المسؤولية دي. لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. ايه الدوشه دي يا سرجيوس؟ عامل لك هيصه ليه يا ابني؟ سامحني يا سيدنا، انا وزعت كل فلوس قداستك على الفقراء والمحتاجين وعلى الكنائس والاديوره، لكن الناس مش مصدقين، بيقولوا ان البابا مش ممكن يرد واحد محتاج للمساعده. طب والارض اللي في بابليون اللي ورا الكنيسه المعلقه بعتها ولا لسه؟ لسه. لسه ليه؟ انا مش قلت لك بيعها ووزع ثمنها على الناس المحتاجه دي؟ اصل ايه وفصل ايه؟ انا قلت برضه نخليها للزمن، ما حدش عارف بكره هيحصل ايه. انت بتتصرف بنفسك يا سرجيوس؟ اذا اتكررت الحكايه دي تاني انا هشوف تلميذ غيرك. اخطيت يا سيدنا، انا اسف. انا مش عاوز اسف، انا عاوز طاعه، وابن الطاعه تحل عليه البركه. حاضر يا سيدنا. روح اتفضل واعمل كل اللي قلت لك عليه. حاضر، حللني يا سيدنا. الله يحلك، وكل ما الشيطان يحاول يلعب بمخك قول له خبزنا كفافنا اعطينا اليوم. صباح الخير يا عم سمعان. صباح النور، اي خدمه؟ الخوف بتاعي تقطع، عاوزك تصلحهولي. سيبيه هنا وتعالي خديه بعد شوية. روح يا عم سمعان، ده الخوف اللي انا لابساه يهون عليك ارجع البيت حافية؟ سيبي الخوف وتعالي بعد شوية، روح البيت البسي واحد تاني وهاتيه اصلحهولك. ما انت عارف البر وغطاه، هو انا عندي خوف غيره؟
انا عندي شغل كتير وانت طبعا مستعجله. ما يجراش حاجه، اقعد واستنى. قعدتك ملهاش لازمه، سيبي الخف وتعالي بعد شويه. ان كانت عينك اليمنى توصلك فاقلعها والقيها عنك، لانه خير لك ان يهلك احد اعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. عملت كده ليه؟ حد يعمل اللي انت عملته ده يا سمعان؟ عينك راحت اهي. حد يطفي النور اللي ربنا اداهوله؟ انا ما نفذتش غير وصيه ربنا. ايوه يا سمعان، بس انت كده بتنفذ الوصيه حرفيا. على قد فهمي بقى. عموما نشكر ربنا انه ادانا اتنين، حافظ على عينك التانيه عشان تقدر تعيش. ربنا هو اللي بيحافظ علينا. والقماشة دي اقدر اشيلها امتى؟ باذن الله بعد اسبوع واحد انا هاجي افكها لك، واذا حسيت باي الم او اي وجع وبقى تعالى لي. متشكرين جدا، ربنا يبارك لنا فيك. ها ودلوقتي عينك التانية عاملة ايه؟ شايف بيها كويس؟ الحمد لله، احنا بنشوف بنور ربنا. طيب سلام بقى، سيبك دلوقتي. السلام والنعم. غلط يا ابونا؟ لا يا سمعان، ما نقدرش نقول غلط. فهم العقيدة المسيحية يا سمعان أوسع وأعمق وأشمل بكتير قوي من مجرد التنفيذ الحرفي للوصايا. يعني الكنيسة هتعاقبني يا ابونا؟ في حالتك دي يا سمعان لا، لأن أنت إيمانك مخلص ونقي وبسيط وأمين، وأنت كان كل هدفك أنك تنفذ الوصية وأنك تحافظ على الطهارة ونقاوة القلب، وأصريت أنك ترفض الخطية بكل صورها. الحمد لله يا ابونا، كده ريحت قلبي. من هنا ورايح هحاول افهم تعاليم الانجيل بدل ما اطبقها بالحرف. تمام، ربنا يباركك يا سمعان. ربي وحبيبي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، اشكرك على مراحمك، اشكرك على محبتك، أشكرك أنك عرفتني معنى الإيمان. اجعلني يا رب لا أتعامل مع وصاياك بالتنفيذ الحرفي كما فعلت، وإنما بروح الإيمان. اسمح لي يا رب أن أحيا حياة الاستعداد الدائم لملاقاتك يا مخلصي، حتى أسمع عند انتقالي إليك صوتك المعزي الحبيب الحنون قائلا: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رسوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. سمعت حكاية الرجل الطيب اللي ضرب عينه بالمخراز عشان مجرد نظرة، حس انها نظرة مش بريئة؟ سمعنا يا سيدنا، لسه في ناس محتفظين بنقائهم وبرائتهم وطهرهم في الزمن الغريب اللي احنا فيه ده. انا عاوز رأي نيافتك يا أنبا ساويرس في توصيف الموضوع ده. معظم الآباء رفضوا التفسير الحرفي للوصية الربانية. في الكتاب المقدس يقول معلمنا بولس الرسول: أميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الرضية، الطمع الذي هو عبادة الأوثان، الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية. دي شهادة عظيمة من لاهوتي ضليع،
ألف موسوعة سير البطاركة وكتاب التوحيد وكتاب الاتحاد الباهر للرد على اليهود وغيرها كتير. بس الخوف يا أمبسويرس إن الناس يقلدوا سمعان الخراز بدل ما يدربوا نفسهم على التحكم في شهواتهم. ما أعتقدش إن ده هيتكرر تاني. ده معلمنا بولس الرسول بيقول: أقمع جسدي وأستعبده. أقمع بمعنى الضبط، أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين، لا أصير أنا نفسي مرفوضا. تقصد الحفاظ على طهارة النفس؟ بالضبط. أما اللي عمله الراجل ده هو تعبير عن بساطته وإخلاصه وطهارته، تعبير عن أمانته في تنفيذ الوصية تنفيذا حرفيا، لكن الحرف يقتل، والكنيسة لا تسمح بهذا، لأن الرب لم يقصد التنفيذ الحرفي للوصية، بل كان يشير إلى إماتة حواس الجسد، كما تعلمنا الكنيسة أن نصلي في صلوات الأجبية صلاة الساعة التاسعة، أن نصلي قائلين: أمت حواسنا الجسمانية أيها المسيح إلهنا. لكن قدسك يا أنبا إبرام، قلتلنا إنك استدعيت الأنبا ساويرس من أسقفية الأشمونين بالصعيد علشان في قضية خطيرة جدا بتمس كيان الكنيسة في الصميم، وليها علاقة وثيقة بعلم اللاهوت المقارن بين الأديان. ده صحيح، وهي دي القضية اللي هطرحها عليكم دلوقتي، وعايزين فيها على وجه الخصوص رأي الأنبا ساويرس. كل قضايا الكنيسة واحدة واحدة، أنا تحت أمرك يا سيدنا، اتفضل. زي ما قلت لنيافتك قبل كده، الرب يسوع أنعم علي بصداقة حميمة مع الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، ونشكر ربنا الصداقة دي زادت وتوطدت بعد اختياري بطرك للكنيسة. لكن المشكلة إن الوزير يعقوب بن كلس وصاحبه موسى تعبتهم الصداقة دي، والغدر بان في عينيهم. كراهيتهم للأقباط معروفة للجميع. المشكلة إن يعقوب بن كلس كيهودي متعصب عرف يتقرب من المعز لدين الله الفاطمي لحد ما عمل وزير، وإنتوا عارفين طبعا إن المعز إنسان قلبه كبير وما عندوش أي تعصب. كان بيحب واحد مسيحي اسمه عثمان بن مينا، مشهور بأبو اليمن، قربوا منه وكان دايما يستشيره في أمور المال والتجارة. الحكاية دي جننت يعقوب بن كلس وحس إنه ممكن يحل محله في وزارة المال والتجارة. ابتدى يعقوب بن كلس يلعب على الاختلافات الموجودة بين اليهودية والمسيحية، لأنه عارف كويس حب المعز للمجادلات والمناظرات بين الآراء والأفكار والأديان. ولأن المعز بيحب الفلسفة والمنطق والمناظرات، أم بعت لي رسالة من حوالي شهر قال لي فيها: إن شئت أن تحاجج اليهود يوما بنفسك أو بواسطة من تختار من الأساقفة فتعال إلى داري وناقشهم أمامي. واضح إنهم ملوا دانه بكل اللي قدروا عليه علشان يشككوه في عقيدتنا المسيحية. أنا واثق في حكمة وعدالة المعز، لكن ما تنسوش شطارة يعقوب بن كلس وصاحبه موسى في اللعب بالمنطق والحج. يعني هي مباراة في المنطق والحج، واللي هيتغلب فيها يبقى يا ويله. عشان كده أنا طلبتك يا أنبا ساويرس عشان تيجي معايا على دار الخلافة ترد عليهم الحجة بالحجة، لأن تفادي المواجهة والتحدي معناها إن احنا اتهزمنا قبل المعركة ونستاهل بقى كل اللي يجرالنا. والأنبا ساويرس أحسن واحد يقوم بالمهمة دي لعلمه في اللاهوت المقارن بين الأديان. نفس طريقة الفريسيين مع السيد المسيح، اللعب بالمعاني والألفاظ والحروف. الناس دول ما بتغيروش أبدا، والواضح إنهم مش هيتغيروا. المهم بكرة بإذن الرب يسوع هنروح لهم على دار الخلافة عشان محدش يفتكر إن احنا هربنا
ويصطاد في المية العكر. اطمن يا سيدنا، بالصلاة ممكن نهزم الشيطان نفسه مش يعقوب ابن كلس. طب اتفضلوا يا اخواتي نقوم نصلي عشان يسوع يقف معانا ويمدنا بالحكمة والمشورة. انت الانبا ساويروس خبير اللاهوت المقارن بين الاديان ومؤلف كتاب التوحيد وكتاب الاتحاد الباهر في الرد على اليهود. تكلم ايها البابا الوقور او امنح رفيقك الاذن بالكلام. فلتتكلم يا انبا ساويروس والحكمة الالهية تتكلم على لسانك. يا مولاي، أنا مجرد خادم متواضع للفكر والعقيدة. أنا ما كنتش عايز أتكلم بس هتكلم. إحنا كمان بقى خدام متواضعين أوي للفكر والعقيدة، مش أنت لوحدك. ليس من الواجب في حضرة مولاي أن أتكلم مع يهودي جاهل بعقيدته. إيه ده؟ أنت بتهني؟ إيه ده؟ مولاي بيوصفني بالجهل يا مولاي. أنا مش هتكلم، بص أنا مش هتكلم. وإذا قدمت لك الدليل على جهلك لا تغضب؟ لا داعي للغضب في المناقشة، لأن الحرية مكفولة للجميع، حتى يستطيع كل واحد منكم أن يعبر عن عقيدته بكل صراحة وبلا حرج. اسمح لي يا مولاي أن أقول للسيد موسى، لست أنا الذي أصفهم بالجهل، بل أن نبيا عظيما نال كرامة خاصة من الله هو الشاهد عليكم. هيكون مين النبي ده يعني؟ أشعياء النبي الذي قال في الأصحاح الأول: اسمعي أيتها السماوات واصغي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم. ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم. هذا يعني أن الثور والحمار يعرفان ويدركان أكثر منكم، لأنكم لا تعرفون ولا تفهمون على الإطلاق. هذه كلمات النبي أشعياء حقا. نعم يا مولاي، ما تقول حاجة يا يعقوب، ما تقول حاجة. لم آتي بشيء من عندي، ها هو نبيا عظيما من أنبيائكم يعلن بأن الحيوانات أكثر فهما منكم. الرجل ده دسيسة يا مولاي. كفانا جدالا هذا المساء، فقد اعترفتم أن الرجل لم يقل سوى ما ردده نبيكم من قبل، أي كما نقول وشهد شاهد من أهلها. ألن نسمع قصيدة جديدة هذا المساء؟ تحت أمرك يا مولاي. الحمد والشكر ليسوع، كنت موفق تماما يا أنبا ساويروس. ده إرشاد من الروح القدس ودعواتك وصلواتك طبعا يا سيدنا، بس تفتكر الموضوع هينتهي على كده؟ واضح إنها معركة طويلة. أكيد هيدبروا لنا مؤامرة، ومؤامرة كبيرة جدا. الرب في وسطها فلن تتزعزع. إذا كان الله معنا فمن علينا؟ أنبا ساويروس، ده لازم تقعد معانا هنا في بابليون لغاية ما الغمة تزول، لأنه مش معقولة طبعا تسافر أشمونين وبعد كده نطلبك. أنا معاك يا سيدنا لحد الغمة ما تزول إن شاء الله. سيد الوزير، سيد الوزير، انا ما بحبش القلق، عايزك تنام وترتاح وتدلع نفسك. انا مش هجيلي نوم ابدا الا غير ما افقعهم الزومبا اللي هي عايز اضربهم ضربه ما يقوموش منها ابدا. ايوه معقوله اللي بيحصل ده؟ بقى الراجل الجاهل ده يضحك عليك انت يا سوسه يا بوش سمح؟ ده كابوس مش عارف انام منه. لا 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 سيدي الوزير، انا عايزك تنام وتستريح وتدلع نفسك، وانا اوعدك انا هدرس العهد الجديد بتاعهم وكل حاجه في عقيدتهم من جديد، صفحه صفحه،
آية آية، كلمة كلمة، لحد ما الاقي الصخرة. ايوه الصخرة اللي اهد بيها المعبد عليهم وعلى رؤوسهم وعلى اللي اتشددهم. انا مش عارف الهدوء اللي نزل عليه ازاي، كأنه بيتسلى علينا. أفو يعرف قنيه، والحمار معلف صاحبه، أما شعبي إسرائيل لا يعرف، شعبي لا يفهم. يعني إحنا ما بنفهمش. هو بصراحة فاجئني. يعني كان لازم تعترف للخليفة إن كلامه صح؟ أنا فكرت في الإنكار، لكن حسيت إن أنا قدام خصم عنيد دماغه ناشفة، خفت لا يطلع التوراة قصاد الخليفة وطلع الصفحة، ساعتها هيبقى منظر إيه؟ مش عارف. وعجبك منظرنا دلوقتي قدام الخليفة وقدام أحبارنا وحخامتنا؟ مش عاجبني طبعا. أمال فين عبقريتك ودهائك يا سوسة يا بوش سمح؟ العبرة مين اللي هينتصر في الآخر؟ خلاص أنا حصر معاك وندور في الكتب بتاعتهم لغاية ما نلاقي صخرة ندخل لهم منها عشان نهد المعبد على دماغهم ودماغ اللي يتشدد لهم. إذا كان ده يريح سعادتك أنا ما عنديش مانع. يلا بينا على المكتبة. يلا يلا. هنيا ايه وباب ايه؟ عمالين ندور من الصبح ما لقيناش حاجه خالص. انا ما كنتش عايز اتكلم بس هتكلم سيدي الوزير. عرفتني كل شويه تقول لي انا كنتش عايز اتكلم بس هتكلم. اتكلم يا اخويا. انا قلت لسعادتك استريح وسيب الحكايه دي عليا انا. سعادتك تخصصك المال والتجاره، انا تخصصي العقيده واللاهوت. ده اذا كان الانبا برقام اللي هو متخصص بعد جاب سويرس اللي هو متخصص اكتر منه. يانا يا سويرس، يعني في امل ان احنا نلاقي حاجة؟ اصل كتبهم عاملة زي القلاع الحصينة. حصينة؟ حصينة ايه يا سيادة الوزير؟ لا كده ازعل منك، مفيش قلعة في التاريخ فضلت صامدة الى الابد. عندهم وعد ان ابواب الجحيم لن تقوى عليها. ما تنسى سعادتك ان الوعد ده عندهم هم مش عندنا احنا. وحتى اذا كانت ابواب الجحيم لن تقوى عليهم، احنا اقوى من هذه الابواب وهيشوفوا سيد الوزير. نفسي يبقى عندي ثقه بنفسي زيك يا بوش عكر، قصدي يا بوش سمح. ده تخصصي يا سياده الوزير، ده تخصصي بقى. هو صحيح فاجئني بكلام اشعياء النبي، لكن اوعدك المرة الجاية مش ممكن تتكرر تاني. المرة الجاية هفاجئه بضربة قاضية له ولطيفته. من بقك لباب السماء يا موسى، احسن المركز والوزارة يضيعوا مننا ونبقى في الطراوة والدنيا برد. وازاي عيلك دلوقتي يا سمعان؟ أنا كنت مسافر سفرية طويلة وأول ما جيت قالوا لي، قلت أنا أطمن عليك. كتر خيرك، أهو نحمده ونشكر فضله. أنا شايف بنوره. كلنا شايفين بنوره وعايشين في نوره.
إنما كان لازم تاخد بالك يا سمعان إن سيد المسيح كان بيتكلم بالأمثال، وكلمات الأمثال ومعانيها أعمق من أي لفظ وأي حرف. لكن أنت خدت الوصية بقى زي ما هي بحذافيرها وعملت اللي عملته. اللي حصل حصل بقى يا عم رفايل. انت كان لازم بقى تعلق يافطه وتكتب عليها ممنوع دخول الستات. الغلطه مش غلطتها، من يوم الحكايه دي وما فيش ست بتهوب الدكان. على حد يقولك هيبقى نص ستات البلد بجزم مقطعه ونص التانية ماشيين حافيين. ليه؟ هو ما فيش خراز ولا اسكافي في البلد غيري. المهم عرفت الضربه اللي وجهها الانبا ساويرس ليعقوب ابن كلس وفيلسوف الغبره بتاعه ده؟ ما الروح القدس اتكلم على لسان الانبا ساويرس. انا شايف الموضوع مش هيعدي على خير. احنا لازم نصلي عشان ربنا ينصرنا. ان كان الرب معنا فمن علينا؟ فات اسبوع ولسه ما حصلش حاجه. عموما يا سيدنا كل ما بيمر يوم عليهم ده في مصلحتنا احنا. فعلا مكانتهم هتتهز عند الخليفة. واضح ان الخليفة عاشق للحكمة والمنطق والحجة، ويا ويل اللي يناقش قدامه من غير منطق وحجة. عارف يا سيدنا ان احتيال السكوت اللي هم فيه دلوقتي هو الهدوء الذي يسبق العاصفة. فعلا كنيستنا دايما بتصادفها عواصف وبتنتصر عليها. اتفضل يا سيد. لقيتها اخيرا وجدتها سيادة الوزير. ما تخافش على منصبك. ايه فرحني فرحني الهي فرح قلبك. اتفرج يا اللي لقيتها. ايه رايك بقى؟ يبدو أنني سأشهد اليوم مباراة ممتعة في المنطق والدليل والحجة. الوجوه كلها حماس وتحدي. احنا عند وعدنا مولاي، احنا بتوع الصدق واليقين. وأنا لا أحب سوى الصدق واليقين. تفضل. أنا ما كنتش عايز أتكلم يا مولاي، إنما مضطر أتكلم بقى. لقينا مكتوب في إنجيل النصارى: من له إيمان مثل حبة خردل فيقول للجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل. واخد بالك يا مولاي؟ حبة خردل وينقل إيه؟ الجبل. قالش كرسي، كوباية، كنبة، جبل. من له إيمان مثل حبة خردل ويقول لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل. الكلام ده صحيح؟ إذا كان هذا الكلام صحيحا فإنها ستكون فرصة ذهبية لإزاحة الجبل الجاثم على شرق القاهرة ليمتد عمرانها شرقا ويكون موقعها أروع وأجمل. أتستطيع أن تقوم بهذه المهمة يا أنبا ساويرس؟ كل شيء بإرادة الله. هذا شيء مفروغ منه، لكنني لا أريد مراوغة في الرد، لأنكم إذا عجزتم عن تنفيذ هذا الكلام كان ذلك معناه بطلان دينكم، وليس أمامكم سوى تنفيذ هذه الوصية، وإلا تتحملون نتائج هذا الادعاء الكاذب والزائف والخادع. فليسمح لي مولاي بمهلة 3 أيام للتفكير في كيفية تنفيذ هذا الأمر. اكتب يا سيرجيوس بيان عام يأمر كل المسيحيين في مصر بالصوم 3 أيام حتى الغروب وإقامة الصلوات الحارة من أجل مجد الكنيسة وإنقاذها من المحنة الرهيبة دي. أمر قدس البابا،
وبعد ما حكيت لكم على اللي حصل عليكم بالصوم 3 أيام لغاية الغروب عشان ربنا يتحنن علينا بنعمته ويهيئ لنا طريق النجاة. وأنا هفضل هنا في الكنيسة المعلقة، كنيسة القديسة الطاهرة العذراء مريم، لمدة 3 أيام دول. والآن لتقام القداسات والصلوات والطلبات في كل أنحاء مصر من أجل المحنة التي تمر بها الكنيسة. في الكنيسة قالوا لنا يا ماما صلي كتير قوي ونصوم 3 أيام. يبقى لازم نسمع كلام الكنيسة. لكن ما عرفتوش يا حبايبي هما ليه عايزيننا نصوم؟ بيقولوا في حاجة جامدة قوي عايزينها تحصل في الكنيسة. في ايه يعني؟ في حنة في الكنيسة. حنة؟ محنة في الكنيسة. وانت عارف يا حبيبي يعني ايه محنة؟ لا. محنة يعني مشكلة. مشكلة؟ ايوه يعني محنة. ومادام في مشكلة في الكنيسة يبقى ما فيش غير الصوم والصلاة زي ما طلبت الكنيسة. ومن النهاردة هنصوم كلنا ويلا بينا نصلي. يا ست رميانة، يا ست رميانة، عم سمعان ازيك يا ست رميانة؟ الله يسلمك يا عم سمعان. انا عارف انك مخرجة الزلعة برة، بس كنت عايز اقولك على حاجة مهمة. قولي يا عم سمعان. رحت الكنيسة امبارح؟ رحت واتناولت كمان الحمد لله. وسمعت اللي نبهوا عليه؟ سمعت يا عم سمعان. يعني صايم؟ الحمد لله وبصلي طول النهار كمان. طب ايه رأيك بقى تروحي تصلحي اختك وتطيبي خاطرها؟ انت عارف الحكاية كلها يا عم سمعان وعارف اني مش غلطانة. يا ست دميانة ازاي بس تصلي وتقولي اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا وانت مش عايزة تغفري لقرايبك؟ لا ينفع برضو. طب ازاي تتناولي وتقفي قدام ربنا وانت مش غفرة لقرايبك؟ عندك حق يا عم سمعان. يا راجل يا بركة، انا هروح لها النهاردة وصالحها واخدها الكنيسة كمان معايا. اذكروني في صلواتكم. متشكرين يا عم سمعان. لا تحت امرك، اتفضلي. ربنا ما يحرمناش منك. مع السلامة. ايه الحلاوة دي؟ عم منصور يا اهلا وسهلا. اتفضل عم منصور. يا عم سمعان يا صرماتي، ديك النهارة بعتلك الواد ابني عشان يصلح الصرمة بتاعتي، تقعده جنب منك نهار بحاله وفي الاخر تديله الصرمة بتصلح اي كلام؟ ليه بس عم منصور وريني كده. ايه فاتح التاني بس دي ما فيهاش اي اثر للخياطة، وبعدين دي بني اللي صلحتها كانت قطيفة سودة، انا ما انساش اللي صلحه ابدا. قال له ده صحيح تكونش تبقى سودة. السودة يا سودة، هي دي السودة؟ ايوه هي دي، هي دي اللي انا صلحتها، انا ما انساش اللي صلحه ابدا. غريبة. واحدة سودة واحدة بني. وانت ماشي في فردة سودة وفردة بني، ايه اللي بيعمل فيك كده؟ البلهونة من اخبطة دماغي يا راجل، هي اللي بتخليني البس فردة سودة وفردة بني. والملعونة دي تطلع مين؟ خمرة، الخمرة الهباب اللي مش قادر عليها. لا تقدر تبطلها. ازاي بس ابطلها؟ ازاي يا عم سمعان؟ دي خربت بيتي. مش احسن ما الناس تضحك عليك وانت ماشي في فردة سودة وفردة بني؟ والله اعلم الملعونة دي عاملة فيك ايه تاني. الله يكحمها الخمرة، هي السبب، هي اللي مزعلة العيال وام العيال مني، خربت بيتي. ده حتى الواد الحيلة بضربه بسبب ومن غير سبب. طب ايه رأيك بقى لو بطلت الملعونة دي مش احوالك تبقى احسن؟ تفتكر؟ انا متأكد، وساعتها ربنا هيصلح لك حالك ويبارك لك في مالك وفي عيالك. وربنا هيزال اللي عملته في دنيا. امال ايه، ربنا رحيم وكريم عظيم الرحمه.
انت بتفكرني بحكاية قديس عظيم اسمه الأنبا موسى الأسود. ده كان سكير وحرامي وقطع طريق وقتل قتلة، إنما لما ربنا نور له طريقه بعد صراع كتير مع الشيطان ومحاربات كبيرة، لمسته لمسة الحب الإلهي، غيرت حياته، غيرت طريقه خالص. إنه أنت بس كده وجرب وشوف ربنا هيعمل معاك إيه. يعني ربنا ممكن يقبل توبة واحد زي؟ أكيد إذا كانت التوبة صادقة ومن القلب. يا ريت يا عم سمعان، يا ريت. روح أنت بس اعترف وصلي وتناول وشوف ربنا هيعمل معاك إيه. بس في حاجة مهمة، لو كان عليك لحد حاجة اديها له، لو كنت زعلان من حد صالحه وشوف ربنا هيعمل معاك إيه. اسم الصليب. ايه جرايا ولية؟ لا بس دي مش عوايدك، راجع بدري وصلب طولك. اوعى تكون عيان يا بابا. لا يا ابني انا مش عيان، نوري من وشي، انا خلاص انا خفيت. حق بطلوا ده واسمعوا ده، من امتى يا راجل؟ من النهارده فرحه. بركاتك يا ستي يا عدرا. انا هقول لك على حكايه بس مش هتصدقيها. قول قول يا اخويا، ما انت ياما بتقول. انا خلاص ربنا تابع عليا من الخمره وقرفها. معقوله؟ معقوله يا بابا؟ ايوه يا ابني معقوله، معقوله ابوك تابع لقديم راجل طيب. ربنا يخليه، من غير ما اعرفه بدعيله من قلبي. لا تعرفيه يا فرح. قول لي هو مين، هو مين وانا اروح ابوس رجله؟ لا هو مش عايز حد يبوس لا رجله ولا ايده، عايزنا بس نصلي له. ده احنا اللي محتاجين يصلي من اجلنا. مين الراجل ده يا بابا؟ عمك سمعان الدباغ، الراجل البركه. ربنا يخليك يا عم سمعان ويبارك لك في رزقك. ايوه ادعي له يا فرحه، الراجل ده صحاني، صحاني من وهم كبير، كابوس كان كاتم على قلبي. ادعي له ده ايه؟ ده انا هروح اشكره بنفسي. بس يا ولية بس بس، الناس تقول علينا ايه؟ ده كمان البابا بيقول ان الكنيسة في محنة دلوقتي، وبيطلب من الشعب ان هو يصلي ويصوم 3 ايام علشان ربنا يطلعنا من المحنة دي على خير. طب ما تيجي يا منصور نروح الكنيسة نصلي ونعترف ونتناول، يمكن ربنا يقبل توبتنا. يا ريت يا فرح، يا ريت يا ريت يا بابا، انا بقالي كتير ما روحتش الكنيسة. هنروح كلنا مع بعض يا حبيبي، هنروح. بس قبل ما نروح انا ليا طلب عندك يا فرحه. انت تؤمر يا سيد الرجاله. لازم قبل ما نروح ونعترف ونتناول نزور اختك دميانه، نطيب خاطرها ونصالحها ونرد لها كل حقوقها زي ما قال عمنا سمعان. انا لازم اروح لاختي اصالحها زي ما قال لي عم سمعان. خلاص يا غبريال، صليت مولعه للشمعه في عز النهار وعاملها لي كنيسه؟ ايوه ياما، قالوا لنا في الكنيسه لازم نصلي. طب ما تصلي، لكن ليه هنا ياما؟ عشان الكنيسه في محنه. محنه؟ محنه ايه بقى؟ ما قالوش ياما. ما قالوش؟ طب يا اخويا لما تعرف محنه ايه ابقى تعالى قول لي عشان اصلي معاك. دي كل الناس هتروح الكنيسه ياما. مش هتروحي؟ اروح. حاضر يا اخويا هروح، بس بعدين هنبقى انا وانت. اتفضل يا اخويا اتفضل، سيبني اشوف اللي ورايا. رافعين لك يا رب الصلاه بدمعنا يا ابن الله، ارحمنا يا رب ارحمنا، ملناش غيرك نتراجع. رافعين لك يا رب صلاة بدمعنا يا ابن الله، ارحمنا يا رب ارحمنا، ملناش غيرك نتراجع. انت لوحدك قادر ترفع وتوصلنا لبر نجاة، واسلحنا دا ثم صلاة، واسلحنا دا ثم صلاة.
وكلنا عليه. لو نسيت العمر عداها وخفت من العين دمعها، انت يا ربي ما بتنسانا وكلنا. قد احنا بقينا ام المخلص في فجر اليوم الثالث، ثلاث ايام وانا في بيتك يا قديسة طهرة، كل ايمان ان ابنك الاله مش هيتخلى عنا في المحنة دي، مش هيتخلى عنا في المحنة دي. ما تنساش علي. سلام الرب عليك. ماذا بك؟ لا تخف أيها الراعي الأمين، فإن دموعك التي سكبتها في هذه الكنيسة مع الأصوات والصلوات التي قدمتها أنت وشعبك لن تنسى. اخرج الآن من الباب الحديدي المؤدي للسوق، ستجد رجلا بعين واحدة حاملا جرة ماء، اختاره الرب لتتم المعجزة على يديه. سلام يا سيدنا. اهلا يا ابني، ازيك؟ الحمد لله يا سيدنا. تعال معايا. انا سيدنا انا غلبان يا سيدنا. انت اسمك ايه؟ اسمي سمعان يا سيدنا. انت بتشتغل سقة؟ لا انا خراز اسكافي. هو انت يا ابني اللي خرمت عينك بالمخرز؟ طيب يا ابني ربنا يباركك، تعال معايا. هي دي الحكاية، لحد ما اختارك الرب عشان تتم المعجزة على ايديك بشفاعة ام النور. على ايدي انا الخاطي الغلبان. سامحني سيدنا، سامحني، انا ما اقدرش اعمل حاجة زي كده. ده امر الرب اللي ارسل ام النور. ما دام ده امر ربنا نصلي ونشوف ربنا حاشدنا. سيدنا اتفضل يا ابني، رجاك مجاب مقدما. يا ريت ما حدش يعرف بالحكايه دي طول ما انا عايش. الله يباركك يا ابني، انت بتعلمنا فضيله التواضع وانكار الذات بالقدوه مش بالكلام. سامحني سيدنا، انا هقف في وسط الشعب ورا قدسك عشان ما حدش يعرفني واحنا واقفين نصلي على الجبل. Thank you.
مصدق اللي بيحصل ده. عندك حق سيدي الوزير، معقول؟ معقول الخداع اللي هم فيه ده؟ معقول؟ حينكشفوا حينكشفوا. سيبهم عشان يقعوا الواقعه اللي هي وياخدوا الزومبا الجامده. دول اتجننوا، قال الجبل حيتنقل، قال حيتنقل. لا النهارده بقى هيبقى اروع يوم في التاريخ. ايوه هيكتب بحروف من نور النهارده. أيوة. اروع يوم في حياتنا. مش النهارده بس سيدي الوزير، النهارده وكل الايام الجايه هتبقى حلوه جميله سيدي الوزير. الله. ما معنى كلمة كرياليسون هذه التي كررونها؟ هي كلمة سحرية. دي كلمة الطية يا مولاي، معناها يا رب ارحم. ولماذا تطلبون الرحمة؟ عشان كذبوا عليك يا مولاي، كذبوا عليك. أنا ما كنتش عايز أتكلم بس هتكلم، أصلهم ضيعوا وقتك السمين يا مولاي اللي الدولة محتاجاه. إذن هم يعرفون تماما مقدار ما اقترفوه من إثم. أنا ما كنتش عايز أتكلم يا مولاي بس هتكلم. الناس دي عارفة ومتأكدة كويس إن الجبل مش ممكن يتحرك ولا في أحلامهم المجنونة. سيدفعون الثمن غاليا، ليس هناك من يظن في نفسه القدرة على أن يتلاعب به. هيدفعوا يا مولاي، هيدفعوا، لازم يدفعوا. ما عاش من ظن في نفسه هذه القدرة. عموما كلها لحظات ويحسم الأمر بالكامل. كفى يا عم ابراهام، عظيم هو الله تبارك اسمه. كفى يا عم ابراهام حتى لا تنقلب المدينة رأسا على عقب. كفى. امر امير المؤمنين على عنا وعلى راسنا. وصية ربنا لينا طاعة الرؤساء. يا عم ابراهام
لقد أثبتتم أن إيمانكم إيمان حقيقي. يا نهار زي بعضه، أنت شايف اللي أنا شايفه؟ شايف شايف، أنا كأني في حلم مش قادر أصحى منه. لولا أن الشعب كله هنا ما كانش حد هيصدق اللي بيحصل ده أبدا. أنا حجامي يا جدع، حجامي سيد الوزير، حجامي مش قادر أتلم على ركبي. لا أنا خلاص، أنا مش متلم على أي حاجة. راح فين الراجل البركة ده؟ راح فين سمعان القديس؟ نشكرك أيها الرب محب البشر، يا صانع المعجزات، نشكر مواعيدك الصادقة، نشكرك أنك أظهرت للعالم وعلمتنا قوة وفاعلية الصوم والصلاة ومعنى الإيمان الحقيقي، وأن كل شيء مستطاع عندك يا رب. نشكرك يا رب، نشكرك يا رب. والآن يا ابراهيم اطلب ما تشاء فافعله لك. ربنا يطول لنا في عمرك ويمنحك النصر على اعدائك. لا رجع في كلمه يقولها المعز لدين الله. قلت لك اطلب ما تشاء فافعله لك. ما دام مولاي بيصر على ان اطلب اللي انا عايزه فارجوه الموافقة على إعادة بناء كنيسة القديس مرقوريوس أبو سيفين ببابليون. ولي رغبة تانية يا مولاي، ترميم جدران كنيسة المعلقة لأن فيها تصدع كبير. لك ما تشاء. أمر مولاي، خذ البطريرك وحرر له فورا مرسوما يعطيه الحق في العمل كما طلب. أمر مولاي، تفضل. بعد إذن مولاي. مولاي ما طلبنيش من ساعة المؤطم، فخفت لا تكون متضايق مني ولا حاجة، فسمحت لنفسي بالدخول من غير استئذان حتى يطمئن قلبي. أنت تعلم جيدا يا يعقوب ابن كلس أنني لا أستدعي أحدا إلا إذا طلبت مني مهمة معينة، فليطمئن قلبك، سأستدعيك عندما أوكل إليك بمهمة جديدة. تسمح لي بالانصراف يا مولاي؟ تفضل. تم كل شيء زي ما أمرت يا مولاي، ومعايا المرسوم اللي يسمح لي بالبناء والترميم. أمرت أيضا يا أنبا برقام بصرف كل النفقات اللازمة من خزانة الدولة. اسمح لي يا مولاي، ما أقدرش أخد الفلوس دي لأن اللي بتبني له كنيسة قادر أنه يساعدنا لغاية ما نتمها. كما تحب، فلن أضغط عليك أكثر من ذلك، كما أرجو أن يكون هذا المرسوم فاتحة عهد جديد من البناء والتجديد. ما تنساش ما تنساش ما تنساش أبدا يا ربي اللي يقال عليك، ولا تنساش ولا تنساش ما تنساش ما تنساش ما
أبدا يا ربي مين بيمسك فيه. لو نسيت الأم رضاها أو جفت من العين مدمعها أنت يا ربي ما بتنسانا كل توكلنا عليه. قادر ترفع وتوصلنا لبرنا